قرآنا نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي قال في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الحمد لله الذي أنزل علينا هذا القرآن العظيم، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب العظيم في محتواه ربيع قلوب المؤمنين. كثير من الناس أيها الإخوة الكرام يبحثون عن الربيع، وكثير من الناس والحمد لله الربيع في قلوبهم، فطبتم يا أهل القرآن. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته، وهؤلاء الذين ينادون يوم القيامة ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي لهذا الدين. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وغمومنا وسائرنا وطريقنا إلى جناتك جنات النعيم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله مجدداً في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، برنامج القرآن الكريم، برنامج الميسر في التلاوة، والذي يأتيكم عبر قناة زاد الفضائية العلمية، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي جهود العاملين بها وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. مع هذا الفاصل ونبدأ معكم إن شاء الله أولى فقراتنا لهذا اليوم، فكونوا معنا. أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مجددا. كنا بدأنا معكم في فقرة التجويد، فقرة التجويد النظري، وبدأنا معكم أيها الإخوة الكرام أحكام المد، ولعل بعض مراجع كتب التجويد تذكر ما ذكرناه في الحلقة الماضية وما سنعرضه في هذه الحلقة يذكره أهل التجويد في باب القصر. إذن بعض مراجع التجويد تقول باب المد، وذكرنا المد الطبيعي والأصلي وما يلحق به، وبعض المراجع تذكره بباب القصر، وهو كلام صحيح على أساس أن المد أنواع كما سيأتي. ونحن بدأنا فيما يتعلق في المد الطبيعي أو المد الأصلي، وهذا النوع من المد يمد بالقصر حركتين فقط. وسنتطرق اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن ننهي ما تبقى من المد الطبيعي أو الأصلي، سنبدأ على بركة الله تعالى في النوع الثاني من أحكام المد. إذن ذكرنا أن المد كما ترون في الشريحة، المد نوعان: مد طبيعي أصلي ومد فرعي.
المد الطبيعي أو الأصلي، ذكرنا ما سبب تسميته بهذا الاسم وقلنا له ملحقات، ولعل أهل التجويد يذكرون كلمة ملحقات بمعنى أنه لم يستكمل الشروط التي توجد في المد. على كل حال ذكرنا مد العوض، ذكرنا نوعا مد العوض، وذكرنا نوعا آخر مد البدل، ومد الصلة الصغرى، ومد التمكين، ومد أليفات حي طهر. تعالوا بنا بشكل ملخص مفيد نعيد معكم أنواع هذا المد وهو المد الطبيعي الأصلي. قلنا المد مد العوض، لماذا سميناه بهذا الاسم؟ لماذا سميناه بهذا الاسم؟ لأنه نرى في هذه الشريحة ذكرنا أقسام المد على يعني خلاصة هذا النوع. قلنا المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، يعني لا يوجد بعده لا همز ولا سكون، مثل قال، يقول، قيل. لاحظوا الألف قبلها مفتوح في قال، والواو قبلها مضموم في يقول، وقيل الياء قبلها مكسور. إذن يصح أن نقول مقدار مده حركتان، أو هو كما قلنا يلحق بأنواع القصر. الشريحة التالية نقول يلحق بهذا المد، ذكرنا مد البدل الآن. مد البدل هو مد الحرف المبدل عن همز ساكن بعد همز، مثلا في كلمة آدم وفي كلمة آمن، أصلها أأدم، همزتان، الهمزة الأولى تليها همزة أخرى ساكنة، مثل كلمة أأدم وكذلك كلمة أأمن. فالعرب تميل إلى تسهيل ذلك فتقول ماذا؟ تسهل الهمزة الثانية فتقول آدم، آدم، آمن، وهكذا. نحن سنتكلم اليوم إن شاء الله فيما يتعلق برواية حفص من طريق الشاطبية. بعض أهل التجويد يذكر هذا النوع في أنواع المد الفرعي. لماذا؟ لأنه بسبب همز، وهذا صحيح، لكننا ذكرناه في أنواع ملحقات المد الطبيعي تجوزا من باب ماذا؟ من باب أنه في وجه الشاطبية في رواية حفص أنه يقصر أو يمد بمقدار حركتين. هذا هو سبب أننا ذكرناه من ضمن أنواع المد الطبيعي، والله تعالى أعلم. أما على روايات أخرى كما سيأتي رواية ورش وغيرها فإنه يمد مدا آخر، يمد أكثر من الطبيعي. النوع الثاني أيها الإخوة الكرام يلحق أيضا من حيث الحركات، من حيث الحركات أيضا يلحق مد العوض، وقد ذكرناه سابقا، وقد ذكرناه سابقا. مد العوض هو الوقف بالألف على تنوين النصب، مثل بصيرا، خبيرا. لاحظوا نحن نقرأها فقط بمقدار حركتين في حال ماذا؟ في حال الوقف، في حال الوقف. وإننا نأخذ يعني على بعض الإخوة إذا أراد الركوع أحيانا في صلاة، فإن في الصلاة فإن بعض إخواننا يمدها أكثر من الطبيعي فيقول مثلا خبيرا وهكذا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. الوقف على مد العوض حتى لو وقف عليه فإنه يوقف عليه بمد طبيعي، مقدار حركتين. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن هذا يكون فقط في الألف تنوين النصب، أما إذا كان تنوين ضم أو تنوين كسر فإننا نقف على الحرف الأخير حرفا ساكنا، مثلا عليم فنقف عليها عليم، حكيم، حكيم. أو إذا كانت التنوين الفتح على تاء التأنيث المربوطة، مثل كلمة شجرة، شجرة،
فإننا نقف عليها بماذا؟ نقف عليها بهاء فقط، نقف عليها بهاء. فإذا وقفنا على كلمة شجرة أو شجرة شجرة مثلا فنقف عليها شجرة شجرة وهكذا. كذلك يلحق بالمد الطبيعي ثالثا كما سنرى في هذه الشريحة مد الصلة الصغرى، وقد ذكرناه في الحلقة الماضية لكن من باب ربط الدروس ببعضها إن شاء الله تعالى. مد الصلة الصغرى، لماذا سميناها صلة؟ لأنه هاء ضمير مفرد مذكر غائب يقع متحركا بين متحركين. مثلا المثال الذي معنا مثلا قوله تعالى إنه كان وفي الرسم القرآني كذلك فوسطنا به جمعا مقدار حركتين. نلاحظ أيها الإخوة في الضبط القرآني وفي رسم القرآن أنه في الهاء المتحركة المضمومة نجد بعدها واوا صغيرة، واو صغيرة من غير إشارة مد، من غير إشارة مد في الصلة الصغرى. أما إذا كان واو أو ياء معكوفة وبعدها وعليها إشارة مد فإنه سيأتي معنا إن شاء الله نسميه مد صلة كبرى، يدخل في أنواع المد الفرعي. أما بالنسبة إلى ضبط وشكل الصلة الصغرى بالنسبة للكسرة فإننا نجد بعدها ياء معكوفة، وقد ذكرنا وبينا هذا في شرائح في الحلقة الماضية والحمد لله تعالى. الآن نكمل أيضا معكم ما يلحق بالمد الطبيعي، كذلك ما سنرى المد الطبيعي الحرفي. المد الطبيعي الحرفي سميه ما شئت، أحيانا يسمى أو يسميه أهل كتب التجويد بمد ألفات، يعني جمع ألف مد ألفات بين قوسين مجموعة بكلمتي حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. وهذه تأتي في الحروف المقطعة كما هو الأمثلة التالية، فهي مكونة من حرفين فقط، مكونة من حرفين فقط. مثلا طا طا حينما نقرأ في الحروف المقطعة، كذلك هاء طا هاء، لا نقول هاء، إذا كانت هاء فإنها تصبح ماذا؟ تصبح مهموزة. فيلحق بأنواع المد الفرعي، فإذا طا هاء حاء ياء را، هذه تمد مقدار حركتين، ولذلك قلنا أنها تلحق بأنواع المد الطبيعي. نقول طه طه حاميم، ميم هذه ستأتي في أنواع المد الفرعي إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك يلحق أيها الإخوة، وهذا النوع من أنواع المد الطبيعي مد سهل وميسور والحمد لله، لكن للأسف كثير من الناس من يخطئ في ويلحن في أنواع المد الطبيعي كما سنرى. النوع الأخير وهو مد التمكين. مد التمكين، لماذا سمي بمد التمكين بهذا الاسم؟ قال أهل التجويد جزاهم الله عنا خيرا، لأن أي لسان عربي يتمكن من قراءته ولفظه بالطريقة الصحيحة، وهو عبارة عن يا أين أولاهما مشددة مكسورة والثانية ياء ساكنة. نعيد التعريف مرة أخرى كما سترون، هو يا آن أولاهما مشددة مكسورة والثانية ياء ساكنة. مثال حييتم حي حييتم، لاحظوا كلمة النبيين النبيين، فتلاحظون أن هاتين الكلمتين
في اشتملتا على الياء الأولى مشددة والياء الثانية ساكنة، ونقرأ الياء الثانية. نحن عملنا في المد الطبيعي على الياء الثانية، وهذا على رواية حفص من طريق الشاطبية. أما الروايات الأخرى والقراءات الأخرى لها حال أخرى مع كلمة النبيين كما تعلمون، فنقرأها: حييتم حييتم النبيين. إذن هذه، والحمد لله، بشكل عام بشكل عام أحكام المد الطبيعي وما يلحق بهذا المد الطبيعي. إن شاء الله سنشرع معكم إن شاء الله إما في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة بعد أن نستمع إلى بعض تلاوات إخواننا وننبه على بعض الأخطاء التي قد تقع، ونسأل الله ألا تقع في أحكام المد الطبيعي. نسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا العرض المبسط الميسر من أحكام المد الطبيعي. مع هذا الفاصل ونواصل معكم ونبدأ فقرة مقرر هذا اليوم والاستماع إلى تلاوتكم، فكونوا معنا. أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، والآن مع فقرة مقرر المقرر الأسبوعي للتلاوة. وقد اتفقنا معكم أن يكون مقررنا في هذا اليوم من سورة المطففين من الآية 29 إلى آخر السورة. نقرأ الآيات على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين،
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العزيز بشرى لأهل الإيمان مهما واجهوا في هذه الدنيا فالنصر والغلبة بإذن الله للمتقين والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين ذكرنا الإخوة بمقرر هذه التلاوة ويمكن المشاركة بالاتصال عبر الأرقام التي تظهر لديكم على الشاشة وكذلك رقم الواتس ونذكر قبل أن نبدأ حتى لا ننسى بمقررنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فسيكون معنا سورة الانشقاق من الآية 1 إلى الآية 15 إذن نبدأ الآن نستمع إلى اتصالاتي وإلى مقاطع التي أرسلها الإخوة على بركة الله تعالى الأخ عبد الرزاق من ليبيا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مروا بهم يتغامزون إن الذين أجرموا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون نعم وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أوثر عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون جزاك الله خير يا عبد الرزاق قرأت لي رواية ورش أليس كذلك؟ نعم تاب لكنك ما مديت أنت تقرأ من أي طريق القصر ولا طريق الأزرق؟ ما مديت المد المنفصل؟ طيب لعلك تراعي جزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة لعلك تراعي إن النون المشددة حرف غنة ولاحظت اليوم لأن يبدو أنه في تعب في صوتك أو نفسك قصير لكن نرحب بك مرة أخرى وجزاك الله خير على هذه التلاوة نعم ورش يقرأ فاكهين وقالون كذلك يقرأها فاكهين فجزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة نستمع إلى تلاوة الأخ علي من مصر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ما شاء الله، يعني تلاوة طيبة أخ علي وأداء طيب وما شاء الله، استمر وفقك الله، جزاك الله خير. الأخ محمد من إسبانيا اتصال، تفضل. أخي محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. ورش، تقرأ ورش يا محمد. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين. وما أرسل الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بارك الله فيك أخي محمد، أي رواية قرأت؟ أي رواية؟ ورش عن نافع. لكنك ما ترى، ما قرأت على الأرائك، ما سمعتها. اقرأ على الأرائك، على الأرائك، تفضل. على الأرائك. طيب، جزاك الله خير أخي محمد. بالنسبة نذكر الإخوة كما قلنا، المد الطبيعي وما أرسلوا عليهم، أرسلوا لا نقول أرسلوا عليهم، أرسلوا مد طبيعي. بالنسبة لحفص فإنه يمد المد البدل الذي ذكرناه الآن مدا طبيعي، فإنه يمده بمقدار 6 حركات. إن آمنوا، وكذلك فاكهين فإنه يقرأها فاكهين، ويعمل وعنده نقل في الأرائك فيقول على لرائك، هذا بالنسبة لي ورش. أما قالون فيقرأها مثل حفص تماما، وآمنوا يمدها مدا طبيعيا، فنراعي هذا بارك الله فيكم. الأخ معيض من السعودية اتصال. أخي معيض. اي نعم، معك الشيخ الله يحفظك. وياكم، الله يحييك، اهلا وسهلا اخي، تفضل. الله يسلمك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن على الأرائك ينظرون، قل آمين. أسأل الله. آمين يا رب. طيب، أحسنت، تلاوة طيبة ما شاء الله، جزاك الله خير. نذكر الإخوة الكرام أنه دائما بعد مقول القول قالوا يقولوا، إذا انقطع النفس فالأفضل للقارئ أن يرجع بعد مقول القول. قالوا إن هؤلاء، يعني إذا انقطع النفس فارجع إلى قالوا أو يقول. لماذا؟ لأنك أنت لست تقول إن هؤلاء، لا تثبت هذه الحال، هم قالوا عن المؤمنين كذا وكذا، فنرجع إلى قال يقول. بارك الله فيكم. الأخ الشاذلي من مصر تفضل.
السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يحفظك، تفضل يا اخي، تفضل شاذلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يضحكون 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 لا لا تقلقل، يضح 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 ايوه يضحكون. طيب. واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. لا حفص يقرا فاكهين 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 فاكهين. طيب. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. نعم. وما أرسلوا عليهم حافظين. حا رقق الحاء. حافظين حافظين حافظين. طيب. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نعم. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. جزاك الله خير أخي على هذه المشاركة الطيبة وبارك الله فيك. إن كان من تغذية راجعة أو من ملاحظات، فيعني نذكر الإخوة بمراعاة المساواة بين مقدار المد في القراءة الواحدة. فهنا مر معنا مثلا مدين منفصلين، وإذا انقلبوا إلى كذلك إلى أهلهم، فهنا ذكر معنا نوعين أو قسمين أو مثالين على مد جائز منفصل، فنمدهما مقدار أربعة وهنا أربعة، فلا نمد واحدا بالقصر وواحدا بالطول، فالأصل مراعاة ما بين زمن كل مد من هذه الأنواع. الأخ مصطفى من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي مصطفى، كيف حالك؟ حالك يا شيخ. الله يحييك. على أي رواية ستقرأ لنا يا مصطفى؟ قالون. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بارك الله فيك أخي مصطفى على هذه التلاوة الطيبة، وإني لأستبشر أن لك مستقبلا طيبا بإذن الله، وفقك الله، الله يحفظك. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله، جزاك الله خير. الأخ محمد من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على أي رواية تقرأ لنا يا أخي محمد؟ بدوية ورش عن نافع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. أخي محمد أعد بالله الآية، إن الذين أجرموا، أعد إذا تكرمت. نعم. تفضل.
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. جزاك الله خير، تلاوة طيبة وبارك الله فيك، جزاك الله خير. أحسن الله، أحسن الله إليكم. كلمة أرسلوا يحذر القارئ عموما تلاوة الأخ طيبة، يحذر القارئ من قلقلة حرف الراء، فلا نقلقل أرسلوا، يعني يحذر، يعني أن فيها تكرار بسيط ولكن لا يقلقلها، أرسلوا. كذلك كلمة الكفار حتى لا يكون فيها إمالة، يعني هو تمد، يعني الألف مرققة ولكن لا ترقق زيادة عن اللزوم حتى لا ينقلب إلى حكم آخر كما هي الرواية كما تعلمون. الكفة وليس الكفاء، الكفة إذا رققت بشكل يعني زائد عن حده أصبح حكم آخر كما تعلمون في رواية ورش، فلا نقول الكفة كفة، والله تعالى أعلم. الأخ مصعب من السعودية اتصال. أخي مصعب اسمعنا من الهاتف مباشرة. أخي مصعب مصعب السلام عليكم. عليكم السلام. اقرأ علينا من الهاتف مباشرة، تفضل. يلا أخي مصعب. طيب معنا عائض، الأخ عائض من السعودية. أخي عائض. نعم. الله ينعم عليك، اسمعنا من الهاتف مباشرة، بارك الله فيك. أبشر. الله يبشرك بالجنة يا رب. تفضل. إن الذين أجرموا. أبشر بس خلها تظهر الشاشة علشان أقرأ. أظهر الشاشة، الأخ المخرج أظهر الشاشة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إلى الضم. وإذ أهلهم انقلبوا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. مد أخي عايض. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله يجزيك خير، أنا أشكرك على هذه المحاولة والمشاركة، ويعني عدنا أن تكون معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك أخي عائد، لكن وياك وياك حياكم الله. الحرف الضاد أيها الإخوة فيه استطالة، فيه استطالة ولا يوجد فيه قلقلة، فلا نقول يضحكون، ننبه يضحكون، لا فيه تفخيم واستطالة، يضحكون يضحكون. أخي أحمد من مصر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 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 وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين فاكهين. حفص فكهين. طب أخي أحمد ارجع ارجع ارجع. وإذا انقلبوا في مدين، في مدين منفصلين، خليهم بنفس المقدار إذا تفضلت. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا. أعد أعد. قالوا قالوا قل قالوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 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 أيوة على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أحسنت بارك الله فيكم. يعني الذي يريد أن يقرأ في، طبعا سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله في الوقف والابتداء، دائما القارئ الحاذق يحاول أن يدرب نفسه على أخذ النفس قبل أن يبدأ. يعني وإذا رأوهم قالوا قالوا إلى آخره، يعني ممكن تقف في مكان وتستأنف حتى لا تقطع إيه، حتى لا تأتي في آخر الآية وتقطع النفس. تمام. طيب أخي الآن نستمع إلى تلاوة الأخ رامي من العراق عبر الواتس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. حسبك، جزاك الله خير أخي رامي. نفس الخطأ، يعني كيف نتخلص من قلقلة الضاد يا إخواني؟ قلنا فيها فيها استطالة، ثبت اللسان عند حرف الضاد، لا تجعله يتحرك. يض إذا قلت يض أصبحت قلقلة، فكيف نتخلص منها؟ ثبت اللسان. أخي مصطفى من المغرب معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معك مصطفى من المغرب. نعم، على روايتي ورش. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون لا لا تسكت لا تسكت كمل على الأرائك على الأرائك على الأرائك ينظرون لا كما قرأت على الأرائك نقل على الأرائك صحيح على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أخي مصطفى اقرأ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا على رواية ورش ست حركات يلا اقرأها مرة أخرى إذا تكرمت إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون من الذين آمنوا من الذين آمنوا يضحكون طيب جزاك الله خير طيب لعلك تراعي قواعد يعني جزاك الله خير على هذه المحاولة الطيبة احذر من تفخيم الحاء حافظين والكفاه حاء والكفاه فهذه حروف ترقيق جزاك الله خير على هذه التلاوة الأخي رجب من السعودية السلام عليكم دكتور السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي رجب جزاك الله خيرا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن هم على الأرائك ينظرون قل آمين يعني نقول أن قراءتك نموذجية بارك الله فيك أستاذنا جزاك الله خير شكرا جزيلا اللهم آمين أهلا وأنت والسلام الله يحييك آمين اللهم آمين أخي صالح من الباكستان في مقطع تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أحسن الله إليك بهذه التلاوة الطيبة المباركة ما شاء الله قراءة تلاوة سلسة طيبة أخي عبد الرحمن من السعودية اتصال تفضل أخي عبد الرحمن نعم نعم الله عليك وعلى والديك تفضل أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أحسنت جزاك الله خير أخي عبد الرحمن، لكن تراعي إن شاء الله عدم قلقلة الضاد يضحكون، بارك الله فيك. فيما يتعلق في الوقف والابتداء على عجالة، لا نقول مثلا نقف، يعني كما قلنا يتدرب القارئ في تلاوته أين سيبدأ وأين سيقف، وهذه المهارة يا إخواني الكرام ويا أخواتي لا تأتي إلا بالدربة وبالتدرب، وهي اسمها مهارة، وأهل هذا العلم يعرفون ما هي يعني مراحل التدرب على المهارة. فيعني ليس من الحسن أن نقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا، فلا نقف هنا، كيف صارت إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا؟ فنكمل فنتدرب على أخذ النفس، لكن لا يؤاخذ الأخ إذا انقطع نفسه، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه ولا يعني إشكالية. جزاك الله خير على هذه التلاوة. أخي حسن من نيجيريا، نستمع لتلاوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. جزاك الله خير، جزاك الله خير على هذه التلاوة، بارك الله فيك. الطفلة فاطمة من مصر، نستمع لتلاوتها. نعم، في اتصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. حسبك ما شاء الله، جزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة ونفع الله بك. نأخذ اتصال ولا مقطع. عبد الكبير من المغرب، تفضل. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام. تفضل يا أخي عبد الكبير. نعم. نعم الله عليك، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا ما شاء الله فاكهين. أحسنت ما شاء الله، شاركتي معنا وإن شاء الله معنا في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا على هذه التلاوة لأن الوقت قد أزف، وبارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، فقد أوزفت هذه الحلقة على الانتهاء. كنا نتمنى أن يتسع المقام والوقت لاستماع أكبر عدد ممكن من اتصالات الإخوة، لكن الوقت لم يسعفنا، فإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتاه.